السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامح، وإن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي نعمل نسخة احتياطية لأي ويندوز بدون برامج واستعادتها بسهولة. ياريت تتابعوا معايا الفيديو للآخر علشان عامل لكم مفاجأة في نهاية الفيديو. أول خطوة معانا بنروح على الستارت منيو وبنختار كنترول بانيل. بعد كده لو هي كانت عندك بالشكل ده فانت بتخليها لارج ايكونز. بعد كده بتختار باك اب اند ريستور. هنلاقي على الشمال كرييت ا سيستم ايمج، هندوس عليها. بعد كده هختار هتظهر لي البارتيشنز اللي عندي، هختار اي بارتيشن منهم، انا هختار الدي. بعد كده هقول له نيكست ستارت باك اب. هي طبعا بتاخد وقت فهبقى ارجع لكم بعد ما تخلص. دلوقتي هو خلص، لما بتجيلي الرسالة دي بقول له نو. بعد كده بقول له كلوز. دلوقتي انا عايز استرجع نسخة الويندوز الاحتياطية اللي انا عاملها. هي بتختلف من ويندوز للتاني، ويندوز 7 ليه طريقة وويندوز 8 و10 ليهم طريقة تانية. هنبدأ دلوقتي بويندوز 7. دلوقتي انا هعمل ريستارت للجهاز وهفضل ادوس على F8 كذا مرة لحد ما تظهر معانا الشاشة دي. دلوقتي ظهرت معايا الشاشة اللي انا قلتلكوا عليها، هدوس انتر. هقول له نيكست. لو في باسورد انت كاتبه بتكتبه، بس انا مش كاتب فاقول له اوكي على طول. بعد كده هختار System Image Recovery. بعد كده هقول له Next Next. بعد كده لما بقول له Finish بيبدأ يعمل استرجاع للنسخة الاحتياطية اللي انا عاملها. كده احنا عملنا استرجاع للنسخة الاحتياطية بتاعت ويندوز 7. ودلوقتي انا هقول لكم ازاي تسترجع ويندوز 8 او ويندوز 10. هي نفس الخطوات بتاعت ويندوز 7 بس بتختلف في حاجة بسيطة، ان انا بجيب فلاش ميموري او CD عليها نسخة ويندوز. بعد كده بحطها في الجهاز وبعمل ريستارت. بعد كده بخليه يعمل بوت منها، ولما وبعد كده بقول له نيكست. وبعد كده ريبير يور كمبيوتر، وبقت الخطوات شبه ويندوز 7. وبكده يكون الفيديو خلص النهارده. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو في اي مشاكل واجهتكم تقولوا لي في التعليقات. طبعا دلوقتي عايزين تعرفوا ايه هي المفاجأة اللي انا كنت قايل لكم عليها. المفاجأة هي ان الفيديو الجاي هيكون عن حاجة مختلفة خالص غير الكمبيوتر، عن رياضة انا بمارسها بقالي 7 سنين وانا بحبها جدا، وهي السباحة. ان شاء الله هيكون فيديو جميل، وهتكلم فيه عن ذكرياتي مع الكباتن ومع زملائي في الفرقة، وهعرض صور وحاجات. اتمنى يكون يعني الشرح اعجبكم.
تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.